لو بتفكر تبدأ قناة يوتيوب في 2023 أو تبدأ تشتغل من البيت على الإنترنت كفريلانسر، يبقى أنت محتاج تعرف أكتر عن مهارة المونتاج أو الفيديو إيديتنج، واللي هي واحدة من أكتر المهارات ربحية وفي نفس الوقت واحدة من أكتر المهارات الممتعة، وتقدر تعمل بيها حاجات كتير، تشتغل مع يوتيوبرز وشركات كبيرة وتقبض بالدولار، أو تعمل قناة يوتيوب عزيزي المشاهد وتعدي الدحيح، او حتى تعمل قناة يوتيوب زي دوباميكافين. جهز قهوتك يا عسل ويلا بينا. والله شكلي مش وحش. او تعمل محتوى زي دكتور مصطفى محمود الله يرحمه، او حتى تعملي قناة طبخ وتعلمي وصفاتك المميزة لكل الناس، او تبدأ انك تعمل قناة جيمينج زي ابو فلة وابقى افتكرنا في الفيديو المليوني بتاعك، او تعمل كورسات وتبيعها اونلاين. ايا كان اللي انت بتفكر تعمله، فمهارة المونتاج والفيديو ايديتنج هتساعدك فيه بشكل كبير. انا حسام الدين حسن، مؤسس قناة تعلم اونلاين، بشتغل كفيديو ايديتور ودربت عدد كبير جدا من المتدربين على صناعة فيديوهات على مدار السبع سنين اللي فاتت، وفي نفس الوقت اشتغلت انا والفريق بتاعي كفريلانسرز على منصات مختلفة، واخدنا مشروعات صغيرة ومشروعات كبيرة، وفي نفس الوقت ساعدت عدد كبير من الناس ان هم يبداوا في مجال الفريلانسنج. وفي نفس الوقت بدات قناه جديده السنه اللي فاتت وعدينا ال 10000 مشترك في وقت قياسي جدا، ده غير عدد كبير جدا من القنوات اللي انا والفريق بتاعي ساعدناها تبدا وكمان تكبر. فلو انت عايز في 2023 تنطلق وتبدا قناه يوتيوب مميزه او تشتغل كفريلانسر او حتى تتعلم مهاره جديده، فانا عملت لك كورس هيعلمك المونتاج الاحترافي باستخدام واحد من اقوى برامج المونتاج وهو فيلمورا 12 الاصدار الجديد بتاع 2023، فيه مميزات قويه جدا هتخليك فيديو اديتور مميز. ولان الكورس ده هيكون في جزء منه مسجل تتفرج عليه براحتك، وفي نفس الوقت في جزء تاني هيكون بشكل مباشر معايا تقدر تسال كل اللي انت عايزه، فالاعداد بتكون محدوده. فانا عملت عرض، الاول 50 واحد هيشتركوا في الكورس هيحصلوا على عرض خاص، لكن بعد ما العدد ده يكتمل العرض ده هيخلص، فحاول تستغل الفرصه دلوقتي تستفيد بالعرض وتبدا معانا. استغل 2023 وخليك فيديو اديتور مميز.